الالبوم. ايه الله ايام الجامعه 1970. بس بدي افهم شلون صارت هي. لك بتصير ليش حتى ما تصير؟ يعني انت من وجهه نظرك بتلاقيها معقوله؟ هلا بس بدي افهم انت ليش مستغرب كل هالقد؟ الله وكيلك انا ما درست ولا كلمه، واصلا كتاب الماده كله على بعضه وماني مشتريته. ما كنت حاطه ببالي يعني انه اقدم الماده بالدوره الاولى. بس حضرت جنابك اقنعتني وقلت لي فوتي وقدميها، ما بتعرفي شو بيصير معك يعني، بركي اجتك الاسئله سهله. هذا اللي صار معي، ولهالسبب فت وقدمت الماده. ايه ما اختلفنا على هالموضوع. بس معقولة أنت اللي ما رضيتي تشتري الكتاب تنجحي بالمادة وأنا اللي نقلتك إياها حرف حرف أرسم فيها؟ وعم تضحكي كمان؟ إيه شو بعمل لك إذا الله بيحبني وحظي حلو؟ إيه طبعاً حظك حلو والله بيحبك. شو قصدك يعني؟ معلوم لو ما كان حظك حلو والله بيحبك عن جد ما كنت تعرفتي على شاب ظريف مثلي. بالله شو؟ قصدي إنه أنا اللي حظي أسود مثل الزفت. شو قصدك عصام؟ قصدي رسوبي أنا بالمادة، وين راح فكرك لبعيد؟ ها إيوة، إذا هيك ماشي الحال، قبلاني. بيتنا 1974. خلصوني يا مدام، شو اتمتوا؟ انا خلصت تركيب البيديه وما بقى علي غير تركيب دوش الشطافه، بقى شو وين ركبه؟ على اليمين ولا على اليسار؟ طول بالك طول بالك، ليش مسلتك محروقه؟ ما بدنا نعتمد بالاول؟ اعتمدوا يا خانم بترجاكي، داخل اجوه من الشوب، بقى وين ركبه؟ على اليمين على اليسار. العقل بيقول انه الدوش لازم يتركب على يمين البني ادم مشان يستحكم. يوه، والذوق بيقول انه ما بصير نحط الدوش بنص الحيط حتى ما يشوه المنظر. إذا قبل العرس بيوم أم العريس عم تأمر وتنهي وتتحكم، شو بتصير بعدين؟ خلص ماما. قال شو؟ معلوم بالقصر إلا مبارح العصر، بدنا نركب وحيطنا. قصدي معلوم بالقصر إلا من بكرة العصر ماما، لأنه بكرة عرسي. شو اعتمدتوا؟ بقى وين نركب الدوش؟ طاش حجري. عصام؟ عصام شو عم تساوي عندك؟ يلا يلا جاي. جنينة سنة 1977. يسلموا ايديك. لا تاخذنا عذبناك معنا. شكرا. بتعرفي شو عم يخطر ببالي لك ميادة؟ شو عم يخطر ببالك؟ عم يخطر ببالي اني ربي كرش عن جد. لك لا، شو تربي كرشك؟ اصلا انا ما بحب الكرش للرجال. معك حق، بس انا بدي ربي كرشي مشان ما تزعلي على حالك وانت بهالمنظر. بالله شو؟ كل هالقد منظري بشع؟ يعني تعاطفا معي. طالما انت جنبي ما في شيء بهالدنيا ممكن يزعلني بنوب، اطمن يا ابو. صحيح شو اعتمدنا مشان الاسماء؟ يعني عم بقول لحالي بدرب حالي من هلا، ابو ايش ناديلك؟ محسومه المساله، ابو وليد على اسم ابي. هلا انت كثير واثق انه رح يجينا صبي؟ ليش في احلى من الصبي يا بنت الناس؟ إيه لا سيدي ما حذرت، هلا انا بتمنى من رب العالمين انه يبعث لنا بنوته حلوه واموره، بتشبهني يعني، ما بتتمنى تجيب بنت بتشبهني؟ إيه انا وحده مدوختني السبع دوخات. بقى كيف إذا صاروا تنتين اتحورة؟ ألف وتسعمية وثمانين. عصام الله يخليك لا تصورني، ما بدي أتصور. حبيبتي ليش ما بدك تتصوري؟ أنا بعرفك تحبي تتصوري كتير. إيه مزبوط، كتير بحب أتصور، بس أنا هلأ وشي منفخ من الحمل، يعني مو خرج تصوير. والله بعرف، بس شو بدي اعمل؟ لازم خلص الفيلم وانا وشي منفخ. انت اللي عم تقولي يا مو انا. ايه بسيطه، الله يسامحك. ايه يا افتح حريشك يا رزان، والله نقصتيني. شو عم تعملي هون لك بابا؟ بابا فيني نام عندكم؟ لا حبيبي ما فيك تنامي عنا لانه منخاف ترفسي بطن الماما. لا بابا ما رح رفس، الله يخليك خليني نام عندكم. لا حبيبتي قومي على تختك قوام، اذا في الصبح وبلاقيك نايمه هون بتختنا بدي ازعل منك كثير. يلا بابا تصبحي على خير. نا 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 نا
ماما. ماما حبيبتي ليش نايمة هون تقبشيني؟ قومي قومي على تختك قوام يلا بسرعة. بابا بابا شو يا بابا؟ قوم على تختك. شو هالحكي؟ إذا بكرة فقت ولقيتك بتختي بدي أزعل منك. إيه تعي لهون، عادة تزعل مني. إيه تعي نامي جنبي. عصام وين غاطس؟ يلا يلا حبيبتي جاي دقيقة واحدة بس. مدرسة رزان 1990. حاسس حالي اسعد انسان بهالدنيا، تقبرني على هالوقفه باحلاها. تسلمي لي يا رزان، نبك عصام مو احلى وحده بين كل رفقاتها؟ فعلا يا ميادة، ليكي شو صاير عم تشبهي؟ عم تشبهني انا؟ يعني انا حلوه؟ انت ست الكل. صورتنا بالحمام سنة 1998. ولاكم حبيبي سلموا لي علي طمنوني. إن شاء الله نايمة سلفا. ينعم عليك يا روحي. تعرف إنه معك حق بحلق دقنك؟ ليش بقى؟ لأنه ابننا طلع دقنه ما شاء الله. مزبوط، ابننا صار شب ولا كل الشباب، شب بيمزع العقل. شو بفهم يعني بتحبه أكتر مني؟ معقول تحكي هالحكي لك يا ميادة؟ ما بتعرفي إنه أنت قلبي وروحي وحياتي وعمري وعيوني. بابا بدي مفتاح السيارة. لشو بدك مفتاح السيارة؟ وين بدك تروح؟ ما بدي روح لأرني، بس بدي وصل أختي على المدرسة، راح عليها الأوتوكار. هلا أنا ما قلت لك تحلق دقنك؟ مكتبنا عام 2000. الله يسامحك، ليش يصورتني؟ حدا يصور الثاني غدر؟ صحيح غدر، بس بتطلع حلوة، طبيعية يعني. طيب ليش صورتني؟ سمعت مرة بنتك عم تقول إنه مشتهية تكبر لك صورة وتعلقها ببيتها حتى يستهابك الصهر، وصدقني راح تطلع شبوبية بتاخذ العقل. ولك أنا شبوبية هي اللي عم تحكي عنها؟ مالك شايف الشيب كيف غطى شعري وسكسوكتي؟ أوكي سيدي، كلنا بالهوا سوا. ايه ليه حبيبتي؟ طبعا راح امرق جبله لبنتنا بقت الورده اللي راح تحملها بايدها. ايه معقوله انسى اليوم عرسها يعني؟ وشلون عرفت انه انا اللي على الخط؟ لاني عم بهدس فيكي. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حق. الله معك. ما تاكل هم، قبل شوي اتصلت بكاتب المحكمه واكدت عليه. معقوله انسى وعرس بنتنا اليوم؟ وكيف عرفتي انه انا اللي على الخط؟ لاني عم بهدس فيك. ولك يسلم لي انا اللي عم يهدس فيي. اجي ساعدك حبيبي. بيتنا 2002. تعرف ليش صورتك يا ابو وليد؟ لا والله ليش صورتيني ما بعرف. بدي ابعت الصورة لابننا على كندا. بدك الصراحة ام وليد، حاسس انه هالبيت فضي بعد ما تجوزت بنتنا وابننا وليد سافر على كندا. الصغيرة الله يسلمها شي بالمدرسة
شي ملتهية بدراستها. ما بعرف شو صاير لي، كل ما بفكر بالموضوع بحس حالي متضايق، بحس انه في شي طابق على صدري. سلامتك حبيبي، سلامة قلبك ان شاء الله. وين غاطت عصام؟ والله شغلت اللي بالي، صار لي ساعة بندهلك. يا ستي وقع الألبوم من بين الكتب على الأرض، قلت لحالي هات لأتصفحه. اشتقت لهم مو هيك؟ بتحبهم أكتر مني؟ كيف بدي أحبهم أكتر منك؟ لك أنت روحي وعمري وحياتي وعيوني وقلبي، كنتي معبي علي كل حياتي. قلتك بيكونوا زعلانين مني؟ لا ولو، ليش لحتى يزعلوا منك؟ إذا بيحبوك بيفرحوا لك، يعني هن شو بدهم أكتر من إنك تكون مبسوط؟ وأنا هيك كمان عم أقول لحالي، ولا شو رأيكم؟ يعني ما بتتصور قد ايش شرف كبير لإلي هاللقاء استاذ. الله يسلمك يا آنسة روعة. الحقيقة انا مقل كثير بالمقابلات الصحفية، بس بالنسبة إليك الامر شيء ثاني. مفهوم مفهوم. جاهز استاذ؟ ايه شغالة المسجلة. الرسام المشهور ممدوح عزيز، شو بيعني له الرسم؟ والله يا آنسة روعة، الموضوع بالنسبة إلي ليس مجرد هواية أو حتى حرفة، الموضوع بالنسبة إلي وسيلة للتعبير عن مكنونات داخلية ما بقدر أعبر عنها إلا بالرسم. طبعا وسيلة التعبير بتختلف من مبدع لآخر. مثلا الأديب ممكن يعبر بالكلمة، ممكن يعبر، والموسيقي ممكن يعبر بالنغمة، والفسان بيعبر بالفيشة، والفيشة بالنسبة لي هي وسيلة للانتقال من العالم الواقعي اللي عايشه لعالم الخيال والأحلام. وبتصور إني لما بوصل لوقت ممكن أفقد فيه القدرة على استعمال الفيشة، فبكون وقتها دخلت مرحلة الاعتذار، بنازع يعني آنسة روعة، بنازع يعني حقا، بموت يعني. طبعا ما بقصد الموت بمفهومه الفيزيولوجي، إنما قصدت الموت النفسي، لأنه المبدع بموت تماما عندما يفقد القدرة على الإبداع. أستاذ ممدوح، يعني ولو سؤال خاص شوي، بس فضولي كصحفية بيدفعني إني أسألك يا، يعني حضرتك ليش لهلا ما تزوجت؟ مع إنه المرأة يفترض أن يكون لها مكانة خاصة بحياة أي فنان أو مبدع. شوفي آنسة روعة، أنا ما بقدر أتفزلك مثل غيري من الفنانين وأقول لك إنه التركيبة النفسية للفنان والخصوصية والأنانية يلي عنده بتخليه يتخلى عن فكرة الزواج، ما أقول لك هالشي أنا. أنا ضد هالفكرة، أنا ما تزوجت لأني بصراحة ظروفي المادية ما ساعدتني. بس حضرتك فنان مشهور وحاصل على جوائز تقديرية وأوسمة وميداليات. مظبوط الحكي، أنا ما قلت لك لا، بس أنت برأيك آنسة روعة شو ممكن تقدم لي شرة؟ انشهرنا انشهرنا يعني شو ممكن تقدم لي الجوائز والميداليات؟ ميدالية؟ إيه مرحبا ميداليات، لا تأخذينا. يعني على القليلة بترفع سعر لوحاتك شوي. أسعار لوحاتي؟ أنا بكل حياتي أدوب باي حوالي 10 لوحات وبأسعار زهيدة جدا وعن طريق المصادفة. شو الحكي هاد يا أستاذ؟ بس في فنانين أقل من حضرتك موهبة وشهرة ولوحاتهم عم تنباع بأسعار كتير مرتفعة. صحيح صحيح، بجوز كلامك يكون صحيح، ما بقلك لا، بس على الغالب سعر اللوحة ما عم يتناسب مع قيمة الفنان. طيب أستاذ شو اللي بيأثر بسعر اللوحة؟ والله اللي بيأثر يا آنسة الفوعة هو الدعاية. معقول يكون للدعاية دور بهذا المجال استاذ؟ ايه نعم، الدعاية هي كل شيء، وانا للأسف ما بجيد هاللعبة على الاطلاق، ما بجيدها. طبعا انا ما عم شكك بمكانة الفنانين العالميين الكبار يلي عم تنباع لوحاتهم باسعار خيالية، ما بشكك انا، لكن كمان في فنانين ما بيقلوا عنهم ابدا، بس لوحاتهم للأسف ما عم تلاقي مين يقدرها. وراح اضف بيك، وراح اضرب لك مثال صغير. تفضل استاذ ممدوح. هذا يا ستي الكريمة كان في فنان موهوب كتير، بس مو مشهور، مو مشهور، ابنه مغموم ما حدا بيعرفه.
وكان يبيع اللوحة $200-300. بعد ما مات اجا مليونير كبير اشترى لوحاته بمبالغ كبيرة. هالناس استغربوا كتير وفكروا مجنون، قالوا له شلون بتشتري لوحات فنان مغموم بهيك مبلغ كبير؟ تعرفي ان سيفا وعشو جاوبون؟ شو جاوبوا الاستاذ؟ قال لهم هذا الفنان كان مغموم، بس بعد ما اشتريت انا لوحاته صار مشهور. وبالفعل لما نشفت وسائل الاعلام الخبر انه المليونير الفلاني اشترى لوحات الفنان الفلاني بالمبلغ المرقوم، صار اسم الفنان اشهر من نار على علم، وصارت لوحاته تنباع بالمزادات بمبالغ خياليه. شفتي بقى شو تاثير الدعايه والاعلان على الفنان؟ فعلا قصه غريبه كثير. لا ما في شيء غريب، هذا هو الواقع انسي فوعه. الحقيقة أستاذ ممدوح أنا كتير استمتعت باللقاء معك. يا ستي هذا تلطف منك، أهلا وسهلا فيك يا نسي. الله يخليك، يعني يا ريت تسمح لي أني أنا حاسب على الطاولة. شو عم تحكي أنت؟ والله ما بيصير، أعوذ بالله أنت ضيفتي ولو أنسي فوعة. شكرا كتير. بيصير؟ شكرا كتير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. فرصة سعيدة. أهلا وسهلا، كنت بتمنى تعجي أكثر. معلش. بس عندي موعد. تشرفنا. أهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة. شرفتي. مات؟ بورصة. حساب الطاولة بالله. على عيني. أعطيني حساب الأستاذ ممدوح. تفضل أستاذ. يسلم ودياك. قديش مبلغ الفاتورة بالله؟ مالي حاطط نظاراتي. 2400 ليرة أستاذ. اه؟ 2400 ليرة. ايوه. اوكي. اطلب لي فنجان قهوة لكان، وصلت لو سمحت. بأمرك أستاذ. يسلم ودياتك. اهلا وسهلا. $100 بالصحن. شكرا استاذ، ما بدك لك مالي؟ لا معلش، الباقي لك. كتر خيرك استاذ، كتر خيرك. شو حصلك استاذ ممدوح؟ ترك لي $100 بالصحن. اوف، ومن امتى كان كريم كل هالقد؟ شو بيعرفني؟ بس الباقي إلي لحالي، هو هيك قالها. إيه لا حبيبي، ما حذرت، البخشيش مثل العاده بيتوزع الكل، روح جيب $100 وتعال. حاضر. شلون مرقت عليكم هالشغلة هي؟ معلم أنا اطلعت من بعيد على الصحن، لقيت فيه $100، بس ما توقعت إنه تكون رسم أبداً. كان المفروض تتأكد قبل ما يمشي الزلمة.
وانت الثاني. المفروض ما يطلع الزبون من المطعم بما يسكر حساب الطاولة على دوش بارة. هذا اللي صار معلم. شو هذا اللي صار بقى؟ أنا ما بقبل نحط تحت وحدي أبدا، ولذلك حساب الطاولة راح ينخصم من أجرتكم أنتوا اثنين. أنا ما لي دخل، الحق القرصون المشرف على الطاولة. هلأ صار ما دخلها؟ نسيت حالك وقت نويت أقسم لك مالي ما؟ خلاص قر أنت وياه بلا حكي فاضي. أنا راح أشتكي للشرطة إذا رجعت المصاري كان بيها، وإن ما رجعي راح أقسم على كل واحد منكم 1000 ليرة. يلا على شغلكم. أمرك معلم. شرف. أنا قديش شفت نصابين ومحتالين بيهربوا من مطاعم، بس مثل طريقة هالزلمة لا شفت ولا عيني رأت. بالفعل حتى أنا صلي بالمصلحة 30 سنة ما مر علي هيك شيء. على كل حال ما يهمك، هلأ خلال ربع ساعة بيكون عندي هون بالمخفر وبتاخد حقك على دوز بارة. بس أنت متأكد أنه ساكن هون بالمنطقة؟ هيك قالوا لي. ماشي يا سعيد. نعم سيدي. تاخذ 2 من الشباب بتروح لعند مختار الحارة وتسأل عن عنوان الرسام ممدوح عزيز وبنرجع لهون سيدي. لا، بتروح على بيته وبتجيب لي لهون. خلال ربع ساعة لازم يكون مزروع عندي هون بالمكتب. أمرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله مو هون بيت الرسام ممدوح عزيز؟ بلا يا أخي، شو بدك منه؟ يا ممكن تفوت تناديله؟ والله صعب شوي. وليش صعب بقى؟ لأنه المذكور كان عمي الله يرحمه، واليوم الصبح أعطاكم عمره وبعد شوي تمسيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. العوض بسلامتكم أخي، ولا تؤاخذونا. بلا مؤاخذة يا أخي، شو بدكم منه؟ ما في شي والله محرز، رئيس المخفر كان طالبه. هذا مبارح المرحوم كان عم يتغدى بمطعم الأزهار، وبدل ما يدفع الفاتورة رسم مصاري على الصحن ومشي. العوض بسلامتكم. يسلمك يا الله يرحمك يا عمي، شو كان دمك خفيف. أكيد سيدي. اسمع، عوضك بالجنة يا أستاذ. يا سيدي الله يرحمه ويسامحه، أصلا الشغلة كلها على بعضها مو محرزة. شوف يا أخ، إذا بتحب تشتكي على الورثة نعمل لك محضر قانوني، ما عندنا أي مانع. لا لا ما في داعي، يلا لا تواخذونا أزعجناكم. الله معك يا أهلا وسهلا. شكرا. ما بدك الصحن؟ طبعا بدي أخذه وخليه عندي للذكرى. نراكم بالخير. الله معك. مع السلامة. منيح محلهم هو؟ يعني هلأ ما طلع لك من ورطة عمك غير هالكم كركوبة؟ هلأ اللوحات صار اسمهم كراكين؟ بعدين شو هالورطة المهمة اللي عم تحكي عنها؟ كلهم كان غرض صغير. بعرف صحيح حكيك، بس على القليلة كان في براد 18 قدم، كان في تلفزيون 20 بوصة. إيه والله كان إجا بوقته. ما بقلك لا، بس أخي عامر حط عينه على هالغرضين. أنا ما حبيت أحكي فيهم فأخذت اللوحات. أصلاً أنت طول عمرك بتستحي من خيالك، دخلك أخوك ليش ما استحل لما أخذ البراد والتلفزيون وعطاك هالكراكيب؟ هلأ رح تعملي لي هالورتة قصة وسيرة؟ إيه والله اللي بيسمعك عم تحكي هالحكي بيفكرنا ورتانين أوناسيس، مو الرسام الأندبوري ممدوح عزيز. اروح عنا يا الحق علي اللي عم بحكي مشان مصلحتك، تاري كلمة الحق بتزعج هالأيام. شايفتك كتير مبسوط على التلفزيون. مو أحسن من التلفزيون القديم اللي كان عنا؟ ايه ما اختلفنا يعني، بس من كل هالورتة تبع عمك ما لحق لك إلا هالتلفزيون وبراد. دخيلك انت وهالورتة، أصلا هدول الغراضين أحسن من كل الأغراض اللي تركون عمي الله يرحمه. ليش حبيبي واللوحات؟ قالوا لوحات؟ اللوحات اللي كان رسمها عمك الله يرحمه. شبهها؟ ليش تركت موفق ياخدها؟
هلا برايك اللوحات المدهونه احسن من البراد والتلفزيون؟ ايه طبعا، كنا صمدناهم على القليل على الحيطان. مانك شايف بيتنا كيف كله فاضي، ما في ولا لوحه توحد ربها؟ يعني اللي بسمعك عم تحكي هالحكي بيقول انه حضرتك ما كنتي تتكنسي من معارض الرسم. ولك انت شو فهمك بهالشغلات؟ مو شرط افهم حبيبي، ليش ان شاء الله نفكر انه كل اللي بيعلقوا لوحات ببيوتهم بيفهموا فيها؟ هي كلها شغله منظر وبهوره. صحيح، بس اللي بده يتمنظر ويتبهور لازم بالاول يكون بيته مكمل من مجاميعه وبعدين يفكر بهيك قصص، مو مثل حكايتنا. ليش شو بدنا نحن؟ لك يا عيني، بيتنا ناقص اكثر من 20 غرض، بدك يانا اخر طب الكيل نعلق لوحات على الحيطان؟ إيه هذا اللي كان ناقص والله. لك يا عامر صدقني انا عم بحكي مشان مصلحتك. معلش عيني، ريحي حالك، مصلحتي بعرفها منيح انا، نسيني. خلي لك يا هوم لقلب على برنامج الحيوانات. يا سام يا سام، شو دور فايت؟ فايت لجوا على المبنى. ايه بس وقت المراجعات انتهى. ايه بس انا ماني فايت مراجعة، انا فايت زيارة لعند الموظف. اي اهلا وسهلا فيك، ممكن اعرف مين هالموظف؟ هو الحقيقة انا ما بعرفه بشكل شخصي، بس قالوا لي انه بيشتغل هون. ايه اصبح اعطيني اسمه لحدد لك وين بتلاقي. اسمه موفق عزيز. موفق عزيز؟ انت متأكد؟ طبعا. طيب شو بدك منه؟ هلا شغلتك هي، انت دلني وين بداوم وصلى الله وبارك. يا سيدي بداوم هون. هون عندك بهذا المكتب؟ ايه نعم، انا موفق عزيز. تشرفنا، انا عادل عديل صاحب محل لوحات وتحف. اهلا وسهلا فيك، اتفضل، شو بقدر الخدمة؟ قبل كل شيء، مو حضرتك ابن اخوه للفنان المرحوم ممدوح عزيز؟ اي نعم، انا ابن اخوه. معناتها وصلت. شوف اخي، الموضوع باختصار انه بعد وفاة المرحوم صارت لوحاته مطلوبة شوي بالسوق زيادة عن الاول. سمعت هالشي، مع انه المسكين وهو عايش كان يتمنى يبيع لوحة واحدة من لوحاته وما كان يقدر. المهم سمعت انه عندك 4 لوحات من لوحات المرحوم. صحيح، هدول طلعوا حصتي بالورثة. طيب يا ترى عم تفكر تبيعهم؟ بصراحة ما فكرت ببيعهم. شوف اخي، إذا ناوي تبيع أنا بشتريهم منك وبكارمك بالسعر مزبوط. يعني شو بيسوا تقريبا؟ ما فيني أحكي قبل ما أشوف اللوحات. طيب شرف معي على البيت لحتى فرجيك. يا هلا؟ طبعا، دق الحديد وهو حامي. طيب أنت ما عندك دوام؟ بلا عندي دوام، بس أنا هون مراقب دوام، وبالنسبة لدوامي ما في مين يراقبه. ظاهر عجبوهم هيك؟ قولي إن شاء الله. بس قولي قلبك، ما تطلب سعر رخيص؟ هلا ما بدنا نهرب الزلمة، شو ما دفع منيح. ايه يا أخي، أنا مستعد أخذ هدول اللوحات الأربع دفع واحدة، بس تكرمني بسعرها. مو على عيني وراسي، إن شاء الله ما بتطلع من هون إلا رضيان. قديش بدك باللوحة؟ حوالي 60,000. 60,000؟ ايه نعم، اسأله. امبارح إجا واحد دفع لنا بالوحدة 50,000، ما بعنا. يعني أنا بحسن أدفع 55,000 بالوحدة. الحقيقة ما منقدر، ما منقدر نبيعهم بأقل من 60,000. ماشي الحال، اتكلنا على الله. شو يعني؟ يعني وافقت ولا بدكم ترجعوا بكلامكم؟ لا أعوذ بالله، شو نرجع بكلامنا؟ ماشي الحال، هاي شيك بميتين وأربعين ألف، بس إذا سمحت يا ريت تعمل لي ورقة تنازل عن اللوحات. على عيني يا أخي. فردوس جيبي لي ورقة وقلم لحتى أكتب له التنازل. حاضر. عامر؟ يا عامر شو رأيك؟ ليش عم ضايفي؟ دريت شو صار؟ خير، شو في؟ أخوك موفق باع اللوحات. أنا لوحات؟ لوحات المرحوم عمك. شبنا شو يعني؟ بجوز متضايق على قرشين عم باعهم. يا ستي انا بعتبره محظوظ انه لقى حدا يشتري هيك لوحات. لك يخزي العين عنك، حولك وحواليك شو فهيم. طيب ما بدك تسالني حبيبي قديش باعهم؟ بقديش يعني؟ ب 60,000.
شو هالحكي؟ مستحيل. العمى بعيونه على الحظ. يعني وقفت اللوحة 15,000؟ لك تقبر قلبي إن شاء الله. اللوحة الوحدة باعها 60,000 ليرة. يعني الأربع لوحات طلع حقهم 240,000 ليرة سوري عدا ونقدا. لك علي شو عم تحكي؟ أنت بتأكدين هذا الحكي؟ هاي جايتي من بيت أخوك. كيف صار هيك؟ نحن وقت وزعنا أغراض عمي بيناتنا قدرنا كل اللوحات 20,000 ليرة. لك دخيلك أنت وتقديراتك الجهنمية اللي فتقتنا فيها. قال لحق لي البراد والتلفزيون وترك 240,000 ليرة. لك حرام كنا ناخذ هاللوحات ونتنعم فيهم نحن. يا عليا المرحوم وقت كان عايش كان يبيع اللوحة ب5-6,000 بالكتير إذا باع. شلون نط السعر ل60,000؟ ما عم بفهم. هلأ لا تتحجج حجج بلا طعمة. عامر أنت بصراحة ني وتشتوش وما بتعرف تخطط. إيه أصلاً كل عمرك هيك متسرع وسطحي وما بتحسبها لقدام. هلأ لا تزيدي على قلبي أنت التاني. خلاص هذا اسمه نصيب نصيب. الله من عنده مكاتب لنا. لك بدل ما تحكي هالحكي قوم قوم اتحرك نطلع عند أخوك وطالبه بنص المبلغ. ها وشو المناسبة إني طالبه؟ بمناسبة إنه القسمة ما كانت عادلة من جهتك. روح رجع له البراد والتلفزيون وطالبه 120,000 ليرة. ما بظن أخي يقبل. لا سيدي بده يقبل. أصلا المفروض هو لحاله يتحسس ويعطيك حصتك مو يبلع الورده ويطنش. لك روقي روقي شبك انبحتي. خليني أفكر كيف بدي أفتح معه الموضوع. الشغلة مو هيك بدها شوية تخطيط. دخيلك تقبر قلبي. فكر وخطط قد ما بدك. أصلا ما رح يجيب أجلنا على أهون سبب إلا التفكير العظيم تبعك. فكر حبيبي. شفت شلون؟ بالأول ما كانت عاجبتك الحصة كان بدك البراد والتلفزيون. لك يا لطيف قديش كنا ندمنا لو أخذنا نحن البراد والتلفزيون وعامر أخذ اللوحات وباعهم بالسعر. لا حبيبي ما كنا ندمنا لأنه أخوك على قد ما هو ذكي وحربوق كان رح يبيع اللوحة مثل ما أنت كنت بدك تبيعها ب6,000. بقى لا تنسى أنه باعوا اللوحات بهالسعر بشطارتي أنا. بشطارتي؟ يعني مو بشطارة المرحوم اللي رسم وتعب وسهر الليالي؟ لا سيدي مو بشطارته. أصلاً لو كان عايش ما بيحلم يبيع لوحة من لوحاته بربح السعر. والدليل أنت كنت رح تطلب فيها 6,000. لو ما أنا لحقتك وسكتك كانوا راحوا اللوحات بتراب المصاري. على كل حال كتر الله خيرك يا شاطرة. صدقني ما عم بفهم عليك. صار لك ساعة عم تاخد وتعطي معي وتقرب وتبعد وما عم تفهمني شو القصة. ليش ما بتفوت فورا بالموضوع وبتخلصني من الهم؟ بصراحة أخي أنا حاسس إنه بيطلع لي عندك تعويض. تعويض شو؟ تعويض عن الخطأ اللي صار بالتقدير. تقدير شو؟ تقدير الورثة. يعني أنت الله يتم عليك بعت اللوحات ب240,000 ليرة وأنا شو طلع لي؟ براد وتلفزيون مستعملين وما بيطلع حقهم 20,000. إيه وأنا شو دخلني؟ أنا ضربتك على إيدك وقلت لك خذ البراد والتلفزيون؟ لا طبعا ما ضربتني. الحق علي أنا. ها؟ يعني أنت اخترت بإرادتك؟ هاي أولا. ثانيا اللوحات انباعوا بهالسعر هيك بمحض الصدفة. ولا لا ليش بمحض الصدفة؟ من شطارة مرتي ومهارتها. هي شلفت السعر والشاري رضي فيه. ما اختلفنا. كمان مرتي بتعجبك وشاطرة بالشلف. يعني لو كانوا اللوحات عنا واجتنا بيعتهم كان ممكن تشلف أكتر. أنت ما بتعرف لمرتي قد شليفة ما في. طيب بهيك حالة لو كنت أنت بايعهم كنت عطيتني تعويض؟ ايه طبعا بعطيك. يعني بدها اثنين يحكوا فيها. ما أحلاني يكون بايعهم وما أعطيك. طيب وقديش بدك مني تعويض هلا؟ أخي نص بالنص. يعني أنت بتاخد غرض من اللي عندي وبتعطيني منك 120,000 ليرة وهيك بتكون القسمة عادلة. 120,000؟ لا حبيبي ما حذر. وهيك تخنت شوي. هذا المبلغ من حقي أنا بس ممكن يطلع من خاطري أعطيك شي 10,000 ليرة. شو 10,000؟ بس 10,000؟ حبيبي هذا اللي بيطلع من خاطري. هيك بتصدمني كتير. شو بدي أعمل لك إذا كان حظك هيك؟ طيب هات 10,000. لك مو معقولة واحد غيرك كان لحش ال10,000 ليرة بخلقته. معقول أنت عامر قديش نفسك دنية؟ لك من 120,000 ليرة بترضى تاخد 10,000؟ شو بدي ساوي يعني؟ هدول اللي طلعوا من خاطره. لك يكسر خاطره إلهي قديش وطمعه بالحموضي. بس شو بدي أحكي؟ شو بدي أحكي؟ الحق مو عليه. مو عليه أبدا. الحق عليك أنت اللي سكت له وخليته يركب على ظهرك. بالفعل عامر إنك طلعت ني وتشتوش فوق اللزوم وما بتعرف تطالب بحقك. تعرف؟
بتعرف إذا ما لحشت له 10,000 ليرة بخلقته؟ والله ماني قعدت لك بالبيت ولا دقيقة. بس يا علي لا تبسمس عامر، لا تطقني، سمعت شو حكيت معك ولا عدلك وقفت لك. خلص خلص روقي، بكرة بروح لعنده. لا مو بكرة، اليوم اليوم وهلأ كمان. ولك خلصنا بقى العم ضابي، شو صايرة؟ ما عاد لي كلمة بهالبيت يعني، عم قلك بكرة يعني بكرة، خلصنا. لك شو في رد علي؟ من شان الله تركي بهمني. شو صاير فهمني؟ لك أكلنا كلمة مرتب بهالبيعة. خير شلون أكلت الكلمة فهمني قول. لك الرجال اللي اشترى مني اللوحات باع اللوحة الوحدة ب 250,000 ليرة. معقولة؟ ايه سيدي معقولة ونص. يعني الزلمة راح يبيع الأربع لوحات بمليون ليرة سوري. قال مفكرين حالنا شاطرين وشلفنا شلفة فوقانية بالسعر. ايه تضرب مرتي على هيك شلفة. والله شي بيحط العقل بالكف. طيب شو اللي خلى أسعار المرحوم قصدي أسعار لوحات المرحوم ترتفع كلها للقد؟ ايه شو بيعرفني؟ هلأ المهم نحن نستغل هيك فرصة منيح. كيف يعني فهمني؟ يعني طالما المرحوم ضارب سوقه بهالكام يوم، شو رأيك نروح على بيته اللي كان مستأجره ونبحبش بكراكيبه وغراضه إلا ما نلاقي لنا شي لوحة مشلوحة هون أو هون. وبينباعوا معنا؟ ولك ما في شي ما بينباع، اترك هالشغلة علي. وشو بيطلع معنا؟ بالنص أنا وياك، شو رأيك بقى؟ موافق. إيه خلص لكن خلينا نروح ندق الباب على صاحب البيت وناخد المفتاح منه قبل ما يتأجر البيت. طيب ودوامك؟ لك شو بدك بدوامي؟ أنا هون معي مراقب دوام وهدول نسيانين يحطوا مراقب علي. هم لا يتأكل لقطاتهم. يا سيدي منيح اللي اقتنع معنا صاحب البيت اعطانا المفتاح. هلا ليش انت كنت شاكك انه ما اقدر انعه؟ هلا لا تخلينا نضيع وقت، خلينا نجرد هالبيت جرد وشو ما طلع معنا منيح. انت فوت على هالغرفه وانا رح روح على الغرفه الثانيه. شو صار معاه؟ ما لقيت غير هاللوحة ومو مكملة. العمى فعلا ناقصة ألوان هاي. طيب شو رأيك نحن نكملها؟ لك شو جنيت أنت؟ بتعرف إذا منلونها ما بتنباع معنا بليرتين؟ خلينا نروح نجرب نبيعها على وضع الراهن. طيب وأنت شو لقيت؟ شوية أوراق مخربش عليها عمك الله يرحمه. وقولك خربشت عمك بتنباع؟ ما نحاول نبيعها، شو خسرانين يعني؟ وين رح ندور كمان؟ مندور على السقيفة. السقيفة فاضية. شو عرفك انت؟ وقت اللي عملنا الاسم طلعت دورت ما لقيت فيها شيء. لكن خلينا نمشي، كفاها الله اليوم تعبنا كثير. شرف شرف. يا سيدي هاي 100 وهي 50,000. ايه بس مو قليل 150,000. 150 قليل؟ شو بنا استاذ موفى؟ ايه لا تنسى انك بعت اللوحة الوحدة ب 250,000 ليرة. هدين غير وضع، هدينك لوحات كاملة، بس هي اللوحة ناقصة، مشان هيك حسبت لكم اياها بمية. طيب الله يخليك، الله يوفقك، اعطينا شي 100,000 حق هالدفتر. يا استاذ موفق، انا الدفتر حسبت لكم اياه ب50، وبصراحة هذا بجوز ما لاقي له راغب، فمشان هيك انا اخذته منكم وصرتوا زباين المحل. هلا معقول الشخبرة تبع الفنان ممدوح عزيز حقها 50,000 ليرة بس؟ والله، إذا مو عاجبكم السعر عرضوه على شر غيري. أنا عم بعطيكم سعر ما بتاخدوا مثله بكل السوق وربي يشهد. لا أخي لا، موافقين موافقين، إن شاء الله مبروكين عليك. الله يبارك فيكم، وإذا طلع معكم شي تاني من مخلفات المرحوم أنا مستعد أشتري. ماشي الحال، بس حضرتك عم تجور علينا كتير، ها لأنه كل هالشغلة ما جابت همنا. يا سيدي منعوض لكم إياها مرة تانية إن شاء الله. طيب ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكراً.
الله معكم. ما مريت معكم على أساسها بتتعبوا كتير. إيه الله يرحمك يا ممدوح عزيز. أنت ليش لحتى تأخذ أخوك؟ ليك وشاركك النص؟ لا تجننيني. شو بدي أعمل يعني؟ مالك شايفتي كيف عم ينق؟ لك ينق لا يشبع. أنت ليش تأخده؟ ماشي الحال، هذا اللي صار. يعني ما كفى لأخوك 240,000 ليرة اللي لهطهم، كمان قاسمك على المبلغ؟ يا عليا، أنا وأخي متفقين من الأساس النص بالنص، فهمي بقى. إلا تواخذني تقبرني، هلأ فهمت. خليك ماشي ورا أخوك لشوف لوين بده يودينا. شفت؟ شفت إنك ني وتشتوش ومين من كان بيستوطي حيطك؟ وبتتذكر وقت كنا واقفين بالعزا وإجا الشرطي وسأل عنه؟ لك إيه وقتها شو قال؟ قال إنه عمك راسم على صحن فاضي 100 دولار لأنه ما كان معه يدفع بالمطعم. والله صحيح. لعمة شلون راحت من بالنا هالشغلة؟ يعني قولك هذا الصحن بينباع؟ إذا دفتر الخربشة تبعه انباع، هيك لوحة فنية ما بتنباع؟ امشي لقلك امشي. لحظة حافظ اسم المطعم؟ اسمه مطعم الأزهار. بعد لقلك إلا لحالنا لازم نبري ذمة المرحوم ونوفي عنه كل ديونه. يا سيدي الله يبارك فيكم ويسلمكم. ودرينا كمان إنه عمي الله يرحمه إجا لعندك على المطعم تغدى وما كان معه يدفع الفاتورة. إيه نعم، يوم رسم على الصحن 100 دولار ومشي. الله يرحمك يا عمي. يا لطيف قديش كان له لهفات. تعيش. وقديش كانت الفاتورة يا ترى؟ على ما أذكر 2,000 ليرة. على عيني. تفضل. هاي 2,500. والله يخليك سامح للمرحوم. يا سيدي أنا سامحته من يوم اللي دريت إنه توفى. والله يبارك فيكم لأنه فعلا ذكرته هيك شغلة. إيه الدنيا لسه بخير. طبعا. وبيقول المثل إن خليت خربت. صحيح. وقلنا عندك طلب بسيط شوي، يا ريت ما تخجلنا فيه. طلبكن على عيني وراسي. جايين ناخذ الصحن من عندك، نوع من الذكرى يعني. ولو إني كنت حابب احتفظ بالصحن بس تكرم بيضل المرحوم عنكم. عن إذنكم لحظة. يا سيدي تحفة فنية هالصحن، بس ما بعرف إذا ممكن لقي له زبون. أنت ما بينخاف عليك، راح تلاقي له 1,000 زبون. يعني أنتوا بتكون تبيعوا؟ ايه طبعاً نبيعوا. وقديش بتكون فيه؟ أنت قديش بتدفع؟ مرحبا. أهلاً. كلمة واحدة 100,000. لا عمي، هيك ما بتوفي معنا بنوم. هات الصحن إذا بتريد. ايه طولوا بالكم، خلينا ندفعها. أخي نرفعهم كمان 50. أنا أقل من 400,000 ليرة سوري مستحيل بيع. ايه لا، كترتوا علينا كتير. الصحن ما بيسوى هيك شي بنوب. لا حبيبي، في كتير غيرك مستعدين يدفعوا هالمبلغ. أخي آخر كلمة، أنا بدفع فيه 200,000، 100 إلك و100 للأخ، وغير هيك ما عندي حكي نهائيا. 400,000 ليرة ما بينقصوا ولا مليم. فكر بالموضوع منيح واتصل فيني قبل ما أتصرف فيه. لا عمي، تصرف فيه وخد راحتك. أنا بالنسبة لي ما رح فكر بالموضوع نهائيا. بقى أنتوا فكروا على مهلكم وردوا لي خبر. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. لحظة خلينا نتفاهم. على شو بدنا نتفاهم؟ ليش ما قبلت بالمئتين ألف؟ يا حبيبي اتركه، لسه رح يدفع أكتر من هيك. لا ما رح يدفع أكتر من هيك أخي، إن شاء الله عمره ما يدفع. اتركه للصحن، أنا ما أنا مستعجل على بيعته. بالله أنا مستعجل ولازمني مصاري، والمبلغ اللي دفعه بيناسبني. الله يخليك يا عامر، اتركها لهالشغلة علي ولا تتدخل فيها، وبلالك وجعة هالقلب. شلون يعني ما اتدخل؟ أنا شريكك بالنص وإلي كلمة مثلي مثلك. شريكي وقت القبض وبس. بس موضوع البيع والشراء هي شغلة مو شغلتها. لا حبيبي، شغلتي ونص، وهلأ بدي بيع الصحن. هلا لا تتنح وتيبس راسك، اتركني اشتغل على مهلي. لا أنت لا تعمل لي فيها أبو علي وتسوق فيها، مو كل مرة تسلم الجرة. هات الصحن. اترك الصحن، شو صار لك يا عمي؟ ما صار لي شيء، بدي بيعه. هاته. لك يا اخي خلص، بنتفاهم بالبيت. هون بنتفاهم وهون بنبيعه. خلصني بقى، هاته. لك خلص بقى، خلص بقى، ما راح اعطيك اياه لو بدق راسك بالحيطان. قلت لك بدي اخده وبيعه غصبا عنك. لك ما راح تاخده الا على جثتي. لك خذ. لك يا خسارة الفن لما بيوقع بين ايدين الناس من امثالكم. شايفة يا ندى، شايفة؟
يا سلام على هاللقطة مقروعة. أكيد المخرج مصورها بالجيني جيت من زاوية وبالكريم من زاوية تانية. لا حبيبي لا، سلامة نظرك، هي متاخدة بأربع كاميرات وبعدين مقطعة بالمونتاج. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ مستحيل هيك لقطات تتاخد بكاميرات ثابتة. ولو يا ندى، أنت مخرجة مو لازم تفوتك هيك شغلات. روحي، لأني مخرجة ما لازم تناقشني، بعدين أنا عم بعطيك الخلاصة. عم تعطيني الخلاصة؟ شو يعني ما عاد حدا يفهم بالإخراج غيري؟ أي يمكن أنا لما بديت مثل قدام الكاميرا لأول مرة يمكن كنتي أنت لساتك بالحضانة أو عم تلعبي بالبيضة والحجر. حسام الله يرضى عليك، لا تحاول تستفزني ولا تتعدى على اختصاص غيرك، يعني قد ما كانت خبرتك كممثل واسعة هذا الشيء ما بأهلك أبدا أنك تشرح الأعمال الفنية من وجهة نظر إخراجية. بقى الله يوفقك، إذا بتريد اترك هاي المسائل أهل الاختصاص بيكون أحسن. شو الحكي؟ وأنت هلأ ما شاء الله كان حولك من أهل الاختصاص؟ ما بعرف والله. شو رأيك أنت؟ لتكون حضرتك نسيان أنه أنا دارسة 6 سنين إخراج بأوكرانيا ومعي شهادة قد الحيط، ولا لتكون كمان مالك معترف بخبرتي الإخراجية خلال 5 سنين اشتغلتهم بالفن؟ دخيلك أنت وهالشهادة اللي ناتعتيها. ليش فكرك مين ما درس إخراج برا صار مخرج؟ إيه مرحبا أوكرانيا. شو قصدك؟ آه شو قصدك؟ يعني معلش لا تزعلي مني، أنت مع احترامي لشخصك الكريم مالك موهوبة بالإخراج أبدا، وحتى كون منطقي معك يعني اخراجك نصكم مو كل هالقد. ها ليش شبه اخراجي استاذ حسام لحتى اعرف منه كل هالقد؟ ما بوشي على سلامته حبيبتي، بس عدم المؤاخذه اسمحي لي، يعني حركه الكاميرا عندك روتينيه ومكشوفه والايقاع بطيء لدرجه الملل، يعني اذا الممثل ساكن بالطابق 12 بتضلي لحقتي بالكاميرا من تم البنايه هيك لحتى يوصل لبيته. لا والمصورين بيقروا آية الكرسي حتى ما يخطروا ببالك وتستفقديهم بالشغل معك، ومعظمهم بيعتذر منك وما بده هالرزقة. طيب نحن ليش لحتى نروح بعيد؟ هاي هشام، هشام ليش اعتذرت بالشغل مع ندى بسهرة في بيتنا حمار؟ آه مشغول الزلمة ماله فاضي، بس هذا هو الواقع. هلا هيك؟ هذا هو رأيك فيني؟ طبعا، وإذا بدك جاملك بكون منافق. بعدين أنا بعمري ما شفتك ماسك النص بالبيت بإيدك وعم تقطعي، ولهالسبب التقطيع عندك ارتجالي والرياكشنات بتنزليها وين مكان وكيف ما اتفق. يعني بتنزلي رياكشن لواحد عم يبتسم ويشنك وأبوه عم يندفن قدامه بالقبر، أو عم يتكركر وأمه عم تتشردق وتختنق بكاسة المي يلي عم تبلع فيها دواء. ما بتتذكري ثلاثية عيش يا قديش يلي أخرجتيها بزمانك ونزلتي فيها رياكشن لعامل كادح عم يبكي بمسيرة الفرح تبع الإنجازات والمكاسب التي لا تنتهي؟ كنتي راح تعملينا مشكلة، مشكلة سياسية من وراء هالرياكشن الهفتان تاعك، ولا الرياكشن تبع الموظف يلي غطى على قلبه لما سمع بزيادة الرواتب؟ هاي نقطة. والنقطة الثانية، مين ما حكى أو وقفت على أرنبة منخار ودبانة بترقدي وبتفوتي عليها زوم إن، ومين ما وقف على حيله أو لف رجل على رجل بتطلعي عنه زوم أوت إن أوت إن أوت مثل مطاطة، يعني بتهرجي بالكاميرا تهريج ناجف وبتورجينا السقف والحيط والأرض والبواب بلقطة واحدة. قسما بالله عم تدوخي المشاهدين دوخ. ما بتتذكري أبو عصام كيف داخ واستفرغ لما كان عم يتفرج على التمثيلية تبعك الأعمار بيد الله؟ بقريتك تقبري عظامي، هذا اسمه اخراج هاد؟ اللهم الا اذا كنتي حابه تخرجي الناس عن طورها. هلا هذا اللي طلع معك؟ لك هيك انا بنظرك؟ انا عم اقول رايي فيكي فنيا، والمفروض ما تزعلي من كلمه الحق، هيك المفروض، والفنان لازم تكون روحه رياضيه، وطبعا انا عم بعطيكي راي فنان مختص مو راي عابر سبيل ماشي بالشارع. عم بعطيكي رأي ممثل مخضرم ومهم وصاحب تجربة غنية، وانتي عدم المؤاخذة يعني لساتك فصعونة صغيرة بالفن طبعا. بس انت ما كان هيك رأيك فيني لما خطبتني من 3 سنين. ليش كيف كان رأيي فيك لما خطبتك؟ اوكي ولا يهمك رح اذكرك. صدقيني يا ندى، انا من وقت ما شفت لك سهرة التيس الذي اصبح رجلا قلت لحالي هالمخرجة هي يا اخي عنده شيء متميز، عنده شيء مختلف، لأنه مثل ما بتعرفي حبيبتي أسلوب الإخراج بيعطي دلالة واضحة على شخصية المخرج. يعني بصراحة أنا اكتشفتك من التيس الذي يعني من هالسهرة بالتحديد. شو اكتشفت فيني؟
لأنه بصراحة سارتي متواضعة كتير، ما هيك؟ لا لا أبداً، لا تغلطي، مو متواضعة أبداً، لأنه أسلوبك الأنيق بنقل الكاميرا بدل على أنك إنسانة شفافة كتير وعندك دفق ومخزون كبير من الشاعرية والإحساس العالي، واختيارك لأماكن التصوير والكوادر يا الله كوادرك ما أحلاها، يعني كل هالشي بدل على أنه عندك إحساس فائق بالجمال وعين حلوة ما بتقبل النشاز أبداً. ومن ثم حبيبتي، اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة بدل على أنك إنسانة دقيقة وذكية وبتتمتع بخيال خصب وفكر خلاق، حتى اختيارك لهذا النص التيس الذي أصبح بني آدم. لا حسام، التيس الذي أصبح رجلا. بالضبط، عفوا، يعني اختيارك لهالسهرة يدل على أنك إنسانة صاحبت مشروع فني مهم وصاحبت كلمة ورسالة مقدسة بهمك كتير أن توصليها بأبسط أسلوب ممكن للناس. يعني باختصار حبيبتي، أنا اكتشفت أنك فنانة موهوبة وإنسانة رقيقة وشاعرية وعلى درجة كبيرة من الثقافة والوعي والشفافية. عن جد حسام عم تحكي؟ أنت شايف فيني كل هاي الشغلات؟ طبعا حبيبتي، وصدقيني يا ندى، أنا ما تعودت جامل أبدا، أنا من طول عمري بقول للأحوال حبيبي لا تأخذني، أنت أحوال، لأنه مبدأي بالحياة بيعتمد أساسا على اللقات الثلاث. شو هي اللقات؟ لا مجاملة، لا تنازل، لا نفاق. بتحب ذكرك كمان ولا ما في داعي؟ لا ستي لا تعزبي حالك، أنا بدي ذكرك هالمرة. نسيتي شو كنتي تجاوبيني لما كنتي تسمعي مني هالحكي؟ على فكرة حسام، أنا من وقت ما كنت صغيرة معجبة كتير بتمثيلك، يعني دائما كنت حس حالي قدام فنان مختلف وصاحب مشروع فني كتير مهم. هيك لك، لما كنا مخطوبين كنت شايفة أني صاحب مشروع فني، أما هلأ لا عاد عندك لا مشروع فني ولا بطيخ مبسمير، كل أدوارك صارت نمطية ومتشابهة وبتمثل مثل أطفال الطلائع، يعني بتاخد هالدور بتحفظه وبتقديه مثل عم يسمع نشيد بالمدرسة. يعني بصراحة أكتر صار راكبك الغرور وسيطر عليك الاستسهال وخلاص فقدت بريئك القديم وضوك انطفى، وبيني وبينك يظهر انه الناس كانوا مخدوعين فيك بهالفترة اللي مضيت. إيه لا عيني لا، انت هيك زودتيها كتير، العمى على هالحالة، شو بك انفلتي فرد فلتة وكأنه في إلك طار عندي؟ يعني انت اللي ما زودتها؟ على فكرة حسام هذا ما له اسلوب حوار ابدا. مو اسلوب حوار، دخيلك، ليش من امتى كنت تفهمي باسلوب الحوار؟ انت من طول عمرك بتحكي بغوغائية ومنطق ساذج وتفكيرك ابعد ما يكون عن الثقافة. لك اوعك بقى اوعك، يا انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة، منو فهمت ولا ما فهمت؟ ان شاء الله عمرك ما تسمحي. لك شو يعني اذا بدي اعبر عن رأيي لازم اخذ اذن منك؟ بعدين تعال قل لي، أنا اشتهيت شوف فيلم أمريكي ولا طلياني ولا عفريتي إخراج مرأة، كل المخرجين رجال إلا عنا، لسه منكتب على هالشاشة إخراج فلاني إخراج علتاني علاكة الباني، إنه منين طالعين بهالموضة ما كنت أفهم. حاجة بقى يا حاجة بقى، أنا فاتي اندفس ونام لأنه السهرة معك كلها مات وهز بدن. ليش مبوزمي من عند الصباح؟ هلا انا اللي مبوزمي ولا انت فتت من دون ما تقول صباح الخير؟ ايه ما بده يشوف الواحد وش مشرق وسحنه مفروده لحتى يكون له نفس يقول صباح الخير؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما بتقدر ما بتقدر ما تعكرني من اول النهار، ولا ما بتكون حسام اللي انا بعرفه. هلا انا عم عكرك ولا انت معكره خلقه؟ والله يا ترى ليش انا معكره؟ واضحه الشغله، الله وكيلك من يوم ما فشل مسلسلك الاخراني الافاق المسدوده وانت انسدت افاقك وانتزعت اخلاقك وانقلبت حياتك فوقاني تحتاني. بس لعلمك مسلسل الافاق المسدوده ما فشل بدليل انه توزع على 7 محطات. يعني فكرك كل مسلسل بيتوزع على محطات معناته مسلسل ناجح؟ شو نسيتي قديش رشحوكي بالصحافه على هالمسلسل البايخ؟ ليش هي بتسميها صحافه؟ هي اسمها اقلام حاقده ونوايا سيئه. كون بعلمك انه نحن في عنا بالبلد مجموعة نقاد ما عندهم لا شغلة ولا عملة غير انهم يحطوا العصي بالعجلات. بعدين تعال اقلك، انت على شو عم تتبجح؟ شو انت احسن يعني؟ شو قصدي؟ قصدي انه انت كمان الصحافة نزلت فيك نزلة الله مولاها على دورك السخيف بمسلسل طرقات الضيقة. ايه بس لا تنسي انه الطرقات الضيقة اخذ جائزة فضية بمهرجان القاهرة. هي مرحبا جائزة، اصلا معروفة الجوائز شلون تتوزع.
معلش معلش ما رح رد عليكي لانه انت عم تحكي هيك من غيرتك. بالله شو ومن شو بدي غار بقى؟ بتغاري من نجاحي من تألقي، يعني انا عم انجح واسمي عم يلمع او انت صار لك 4 سنين مكانك راوي. لا والله وانت الصادق، انا اللي عم المع وانت اللي عم ترجع لورا، وانت اللي بتغار مني مو انا. ولك ما هو المصيبه، المصيبه انك مصدقه حالك وقبطيه جد ومفكره حالك شغله مهمه. لا سيدي ما حذرت، لانه انت عاطي حالك اهميه اكثر ما تستاهل. ولك انا اصلا ليش عم باخذ وبعطي معك ووجع راسي؟ احسن شيء روح على التلفزيون. لك تاخذ السياره؟ طبعا لك عم تروح مشي. اتركها، لانه انا في عندي مشوار على شركه معربة الدوليه. معربة الدولية؟ شوربة الدولية؟ انا ما دخلني، دبري حالك بشي تاكسي. وليش انت ما تترك لي السياره وتاخذ تاكسي؟ اه ولك شو قصر النظر هذا اللي عندك؟ يعني بتشوف فيها حلوه بحقي اركب تاكسي؟ فنان مهم ولامع مثلي يركب تاكسي؟ لا شو ما عندك حدا كبير انت؟ دخلك؟ اذا كنت انت المهم وانت الكبير، انا شو لكان؟ وانت كمان مهمه بس لانك مرتي، يعني لانك زوجة فنان مهم وما في سبب غير هيك ابدا. لك انت اكل بحالك كم كبير. لا والله انت اللي ملتهبة عندك الانا، وبرايي تاخدي حب التهاب عيار 500 بركة بتتحسني. خاطرك حياتي. صباح الخير أنسة حسنان. أهلين أستاذ حسام. صباح الخير. أهلين، تفضل. الله يسلمك. قال طالما تشوفيني. يا والله يا أستاذ صدقني من الصبح وأنا عم دور عليك. خير شوفي. أستاذ أول شي بدي أسألك، حضرتك عم تشوف برنامج شي؟ برنامج رجل لورا ورجل لقدام؟ إيه عم شوفه. يعني إن شاء الله عم ينال إعجاب حضرتك. الحقيقة يا آنسة ممتع، وبصراحة أنا ومرتي حريصين جدا على متابعة كل حلقاته. عظيم كتير أستاذ، وهالشهادة أنا بعتز فيها، خاصة إنها صادرة من فنان عظيم مثلك، وبالتالي هالشي بشجعني وبسهل مهمتي. عفوا أنا مهمة؟ أستاذ حسام، نحن حابين نعمل حلقة معك ومع المدام ندى، عندكم بالبيت، يعني باعتباركم عائلة فنية نموذجية، هذا طبعا إذا ما عندك مانع. لا ولو ما في مانع أبدا. اهلا وسهلا فيكم، امتى ما بدكم. معناتها فينا نحدد موعد لتسجيل الحلقه. ولا يهمك انسه حسنة، انت حددي الموعد المناسب ونحن جاهزين، بس على شرط. تفضل استاذ. لا تصعبي علينا الاسئله كثير. لا ولا يهمك. بناسب حضرتك بكره الساعه 6 المساء. 6 المساء ما في مانع. خلص اوكي. اوكي بالانتظار. الله معك استاذ. خاطري. مع السلامه. الله سلام. معك. شلون هيك تقطع وبتوصل من عندك؟ اه وبشو قطعت ووصلت بقى؟ يعني شلون تعطيهم موعد لتصوير البرنامج بدون ما تشاورني؟ بركي كنت انا مشغوله بكره الساعه 6. ولو كنتي مشغوله انا واثق انك رح تلغي كل مواعيدك ورح تفضي حالك مشان تصوير الحلقه. وليش بقى؟ شو شايفني قاتله حالي على هيك شغله ولا منتفخ خدودي على ما اطلع بالتلفزيون؟ ايه معلش يا ندى، معلش لا تطوشي، حارتنا ضيقه ومنعرف بعضنا. اصلا انت من طول عمرك بتحبي هالشغلات، وروح قلبك تاخدي بوزات قدام الكاميرا وتعدي تنظري وتتفلسفي وتدلي بارائك بالفن والدراما والسياسه والطبخ وكل شيء، ولو محلي اعرفك يعني. حسام حسام لا تستفزني، هي عم فهمك والا قسما بالله بحلف يمين ما سجل المقابله وطالعك انت بسواد الوش. شيء حلو والله، كمان عم تهدديني ما تطلعي بالمقابله؟ لك هذا فوق ما دبرت لك طلعة على التلفزيون؟ هاي جلساتي؟ هلا انت دبرت لي الطلعة؟ اصلا لو ما كنت انا مرتك ما كان صار هيك لقاء، ولا كانوا فكروا فيك مجرد تفكير، لانه يكون بعلمك يا استاذ، هذا البرنامج ما بيستضيف غير العائلات الفنية، يعني لو حضرتك تجوزت السنكوحة بنت خالتك، ابي عمرك ما كنت تحلم تطلع بهيك لقاء. ندى، لآخر مرة بقول لك احترمي حالك، ولا تقولي عنا سنكوحة، لأنها بتطلب بنت خالتي، فهمتي ولا ما فهمتي؟ يا سيدي لا تواخذنا اذا جرحنا مشاعرك. لا الحق معك، ما كان لازم نجيب سيره البرنسيسه بنت خالتك وداد خانو. ولك ندى عم اقول لك الزم حدودك وحاجه تتماتي بقى، العمى بقلبك شو صار ليك؟ بعدين معلوماتك هي اللي عم تقولي عنها سنكوحه، ضفرها برقبتك. لك طالما رقبها بضفرتي، ضفرها برقبتي، ليش ما اخذتها؟ ليش قتلت حالك على ما تاخذني؟ ليش؟ ولك ريتو الله كان اخذني واصرف عمري قبل ما اخذك. لك يخرب بيتك شو شاطومي، يخرب بيتك وبيت بيتك، يخرب بيتك. لك مو بس انت اللي ندمان، انا كمان كتير ندمانة. قالت باخد واحد فنان من نفس الوسط لحتى يفهم طبيعة عملي وفهم طبيعة عمله. لك يبعث لي همة، يا ريت الله اخذني قبل ما اخدك. انا ليش ما اخدتك
تصرخي بوجهي؟ لك يلعن الساعة يلي شفتك فيها لك. عم تضربني كمان؟ خذ لك. العمى شو كركيبة كتار؟ وين بدي حط هالأشرطة؟ لك الحجم بالمكتب يخلصني بقى. في نص تلفزيوني هون بدك يا شي؟ اتحشي عندك تحت الكنباية واعطيني الجراف الذهبي. يمكن الجراف الذهبي عند الكوة. لك حبيبتي أي جرافة؟ خلصيني بقى حاجة نياطة ما بقى لا يوصلوا. نحن جاهزين أمسي. يا أهل وسهلا. أعزائي المشاهدين مساء الخير جميعا. برنامجكم المحبوب رجل لورا ورجل لقدام عودكم على الجديد دائما. وجديدنا لهذه الحلقة هو زيارتنا لمنزل فنانين متألقين حازت أعمالهم الفنية على النجاح والتقدير في كل مكان. معنا اليوم الممثل الفنان حسام بربر الذي قدم للشاشة أدوارا متميزة نذكر منها حليب سباع، الإخوة الستين، كيس خيش تحت الشمس، البحث عن شيء ما، وأعمال أخرى لا مجال لذكرها. وبالمقابل معنا أيضا زوجة الفنان حسام المخرجة المعروفة ندى عسملي التي أغنت الشاشة الصغيرة بأعمال تركت بصمات واضحة، نذكر منها التيس الذي أصبح رجلا، نوافذ على بيت خالتي، والأفاق المسدودة، وأعمال أخرى. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج رجلتين لورا، قصدي برنامج رجل لورا ورجل لقدام. يا أهلا وسهلا فيك، شرفتي أهلين أنسي حسنة. أهلا وسهلا. الله يخليكي. بداية اسمحوا لي هنيكم على هالبيت الجميل هذا يلي عم تتجلى فيه لمسة الذوق والجمال، يعني من الواضح تماما أنه بيت اثنين فنانين. الله يسلمك خليك يا رب. يا ترى شو بتشكل كلمة البيت بالنسبة لكم؟ هو الحقيقة أنا ما بعتبره بيت أبدا، أنا بعتبره وكر، قصدي عش منلجأ له أنا وندى بعد العمل الشاق والمضني لحتى نفرغ فيه همومنا وننسى كل تعبنا وننشحن ليوم تاني ونحن مرتاحين نفسيا ومشرقين ومندفعين، مو هيك حبيبتي؟ طبعا حبيبي طبعا. بصراحة البيت بالنسبة إلنا هو أهم حتى بحياتنا، يعني إذا ما كان هذا البيت له خصوصية وله رونق جمالي مستحيل نحس فيه بالدفء. بصراحة أنا بعتبر إنه هذا البيت هو بمثابة انعكاس لحالة الحب والسعادة اللي عايشين أنا وحسام. الله يخليكم لبعض، وهالشي أكيد واضح وكل الناس بتعرفه. طيب يا ترى أنتوا بتتناقشوا بشغلكم ولا بتنسوا شغلكم بعد ما تفوتوا على البيت؟ لا طبعا بنتناقش، نحن أصلا حياتنا أنا وندى قائمة على الحوار، الحوار الهادئ العقلاني المتزن الواعي الحضاري. يعني مثلا أنا بحرص دائما على أني اسمع رأيها بأدواري، خصوصا وأنها مخرجة متميزة وصاحبة نظرة فنية دقيقة كتير. يعني بصراحة ندى هي الناقدة الأولى لأدواري بالإضافة لكونها ملهمتي الجميلة. يا سلام. وأنت مدام ندى ما بتاخدي رأي الأستاذ حسام بأعمالك؟ طبعا، كيف لك؟ معقوله يعني انا بتناقش مع حسام بكل التفاصيل وبتنور برايه كمان، يعني ابتداء من اختيار النص وانتهاء بالمونتاج. طيب ما صدف انكم اختلفتوا بالراي شي مره؟ هذا شيء طبيعي انسه حسنه، يعني كثير من الاحيان بيكون رايي مختلف مع رايها، بس طبعا نحن بنخضع اي مساله للحوار العقلاني والنقاش المفيد، طبعا متوصل بالنهايه للصيغه المناسبه. وبيني وبينك أهم شيء فينا
ما بعرف اذا كان متوفر هالشيء بين شخصين تانيين غيرنا. هي ميزه انه نحن ما بنستبد براينا ابدا ولا بنتشناش. طيب مدام ندى، بدي اسالك سؤال ولو خاص شوي. يعني بما انكم بتمتهنوا مهنه لها علاقه بالابداع، والمبدا احيانا بيكون عنده غيره ولو انها غيره مهنيه، يعني ما حصل بيناتكم هذا النوع من الغيره؟ لا ابدا، اكيد مستحيل. انت شو عم تحكي انت؟ انا وحسام ما بنحس بالغيره من بعض اطلاقا. على العكس تماما. يعني مثلا اي نجاح لندى انا بعتبره نجاح الي، واي فشل الها لا سمح الله بعتبره كمان فشل الي. اي نعم، وانا بتعامل مع حسام بنفس الاسلوب، مو هيك حياتي؟ ما شاء الله كان تطشود. بالحقيقه انا مبسوطه كثير لاني عم استضيف هيك عائله نموذجيه. طيب ننتقل لجانب تاني، يا ترى باوقات فراغكم شو بتعملوا؟ هو لقلك الحقيقه هواياتنا مشتركه انا وندى، يعني منمارس نشاطات كثيره، نتفرج سوا على الافلام الاجنبيه، نتناقش فيها، بنقرا كتب، بنحضر ندوات ثقافيه، بنشوف مسرحيات، بنروح زيارات لعند المعارف والاصدقاء، يعني تقريبا وقتنا كله معبى. ان شاء الله العمر كله، الله يخليكم لبعض. مدام ندى، يا ترى شو اكثر دور عجبك من ادوار الاستاذ حسام؟ ما بعرف، يمكن شهادتي بحسام تكون مجروحه، بس الحقيقه كل المسلسلات اللي اشتغلها حسام كانت جيده، وكل دور فيهم كان عم يقدم شيء مختلف عن الثاني. يعني بصراحه انا دوره بمسلسل الطرقات الضيقه بكن له كل احترام، وحسام اشتغله باحساس عالي جدا. وانت استاذ حسام، يا ترى شو اكثر عمل عجبك من اعمال زوجتك ندى؟ بصراحه انا تاثرت كثير بمسلسل الافاق المسدوده، لدرجه اني بكيت وصرت اشهق لما عرضوا الحلقه الاخيره منه. وصدقيني لحد هلا كل ما بيجي على بالي ابكي بحط الحلقه الاخيره على الفيديو وبقعد ببكي 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 بصمت. فعلا يا ندى انك حلقت كثير بهالمسلسل. حبيبي انت ميرسي لك، هذا كله فضل وقفتك معي وتشجيعك الي. لك انا شو ما عملت معك بحس حالي مقصير. عفوا لاني قاطعتكم، بس معي بعض الاسئله من الاخوه المواطنين مسجلين على الفيديو، يا ريت نشوفهم سوا. ايه اوكي اوكي اوكي. شو رايك باللقاء بالغرفه؟ يا عين على هاللقاء، ما اجمل ومو بس جميل، بده يطلع رومانسي كثير. لكان خدي لقطه لبيته من الجنينه للشباك. مو تكرم عينك انسي حسنه، تفضلوا شباب عجنين تفضلوا. ولك هلا انت امتى بدك تبطلي لي هالعاده؟ ما بدي افهم. انا عاده البوزات قدام الكاميرا، ما قلت لك لا تاخذي بوزات لحتى ما يصير تصنع بالحلقه. هلا انت انتبهت على التصنع وما انتبهت اني نزلتك من السماء وانا عم امدحك؟ لك الله ياخذني لحتى ارتاح من العيشه معك يا رب. ليش شو بهالعيشه يا ست الحسن؟ نسيتي شو تزارفتي وتمنطعتي قدام الكاميرا؟ لك اخ على ما يعرفوك على حقيقتك، ما كانوا طالعونا بهيك برنامج، كانوا طالعونا بالسالب والموجب. السالب والموجب؟ ولك يطلع بلعك الهي ما قلت عمتي. لك حشتك بقى، حشتك عليك، روح بقى. لك خسي خسي بلعك، خسي. ما حبيت لك اللي بيحبك. انت خسي، يلعن الساعة اللي شو وسدت فيها، شو ساعة تحس؟